يعني عايز اتكلم في جزئيه مهمه جدا، وهي جزئيه البدء بكريم نيدفيد، وبعد كده التغييرات اللي اجراها مارسيل كولر، سواء بقى بنزول مروان عطيه اللي كان نقطه تحول الحقيقه للنادي الاهلي، بعد كده قفشه نفس الكلام. شايف الخروج بالكره عند النادي الاهلي في الشوط الاول كان عنده مشكله كبيره جدا. على الناحيه الثانيه عايز اربطها معاك باوباما، واسالك برضو عن اوباما وسر البدء باوباما. طيب خلينا هقول لك بالنسبه لي المباراه او شكل النادي الاهلي، الحياه ما قبل مروان عطيه مروان عطيه وقفشه وعمر كمال، والحياه ما بعد الثلاثه دول. طبعا خلينا كده نستعرض. اولا هرد عليك سريعا على اوباما قبل ما نجيب الحالات. انا بالنسبه لي وهنقولها في وسط الحالات هتبان جدا، ماشي، انا كنت شايف ان جوزيه جوميز قاري ان مارسيل كولر هيبدا بمروان عطيه، عشان كده لعب ب اوباما. لو الساده المشاهدين يفتكروا كان عملها فيريرا في مباراة الزمالك وبيراميدز، لما خلى اوباما هو اللي يراقب بلاتي توري، حلو، وكانت من موسمين فضل معاه طول الماتش بالظبط. لا مش اللي فات ده، اللي هو كان كان في 3-3 اللي في الزمالك كسب، الزمالك فاز فيه بالظبط كده، وقدر ان هو يلعب على بلاتي توري وما قدرش ان يخرج فرقه بيراميدز بالكوره. نفس الفكره كان عايز يعملها جوزيه جوميز، وان هو يلعب على مروان عطيه، بس كريم نيدفيد هو اللي لعب. تعالى نستعرض كده النادي الاهلي، ليه الناس كانت عندها تحفظ على اداء النادي الاهلي وبعد كده بقى الشكل اتغير خالص. يلا بص، ده من اول دقيقه خالص ومفيش ضغط عليك والدنيا تمام. النادي الاهلي بيحضر اللعب، عمليه البنى، بعد كده هيحصل بقى ان اللعب هيبتدي يترحل، مصطفى شلبي بيضغط، هتلاقي ناصر ماهر. بص بقى هنبتدي نركز على اوباما. بص اوباما مع كريم نيدفيد، مع كريم نيدفيد هيبتدي دلوقتي مصطفى شبير يتجه للكوره الطوليه، الزمالك هيلتحم هيقدر ان هو ياخد الكوره. الكوره اللي بعد كده اللي هي الفاول اللي اتلعب امام عاشور. بص اوباما مع كريم نيدفيد ده المتنفس بتاع مارسيل كولر، ستة شاكر هو اللي دايما بيعتمد عليه، هو مش لاقي ان هو يلعب مع كريم نيدفيد وحصل الفاول وكان مضغوط، كانت ممكن تبقى هجمه لنادي الزمالك. الكره اللي بعد كده بص اوباما، انا هو معمول عليه هايلايت اهو يا يحيى، خلاص هو ملوش دعوه باللعب، انا معايا كريم نيدفيد ويحصل عمليه الترحيل، بقت هجمه مرتده لنادي الزمالك. الحاله اللي بعد كده بص، هنا الاهلي عنده مشكله في الخروج بالكوره. الحاله اللي بعد كده بص اوباما، انا ماليش دعوه باللعب، انا مركز مع كريم نيدفيد. نفس فكره لما شاكر اتكلم على عمرو السوليه مع عبد الله السعيد، صح تمام. هنا حسين الشحات حاول بس يخترق، طبعا انت هنا كنت بتطلب من امام عاشور ان هو اللي ينزل، حسين الشحات اللي هو ينزل. هنا برده اوباما مكمل، هو اوباما كان ممكن يرجع خطوتين ويقفل الباس لين، لا هو انا مكمل مع كريم نيدفيد. يمكن دي الميزه الوحيده اللي كانت موجوده عند اوباما، ان هو كانت اللي كانت مبينه ان اوباما دوره واضح جدا. بص هنا عمليه الضغط والاهلي شويه ابتدى يتحرك، زيزو راح قافل باص، على فكره ده كان من كريم نيدفيد. انا مش بقول ان كريم نيدفيد عمل مباراه سيئه، لكن كريم نيدفيد انا اشوف ان هو يلعب 8، وعلى فكره الراجل في مباراه مدياما كان بيلعب ريجيستا عمرو السوليه، وكان كريم نيدفيد هو اللي واخد مركز 8، يعني كان بيطلع بالكوره عمرو السوليه كورته اعلى شويه. هنا بص اوباما برضو، انا مكمل هنا مع اوباما كل ده في الطلوع بالكوره. هنا مصطفى شوبير بيعمل طلوع لان مش لاقي حد يشتغل مع علي معلول، طبعا تصرف سيء قدر ان هو يرجعها، بيحاول يلحقها وكانت ممكن تبقى هجمه واحده للزمالك. نفس الفكره هنا الاهلي لغايه الدقيقه 43 مش عارف يخرج بالكوره، خلينا نمشي. نفس الفكره اوباما بص ضاغط، مصطفى شلبي بيرحل، هيضطر رامي ربيعه يعمل الطوليه، الزمالك قدر ان هو ياخدها. تلاقي بعد كده بقى اعتقد الشوط الثاني بالظبط كده، الشوط الثاني من اول دقيقه الزمالك مكمل على نفس سياسته يا شاكر، ان انا هضغط على الاهلي وهقفل. اوباما برده نفس الفكره، وادي الزمالك بيقطع والاهلي مش عارف يطلع من الكوره، هترجع ثاني عمليه البونه من تحت، رامي ربيعه قرر ان انا مش هلعب تحت، هيضطر ان هو يلعب الطوليه، الزمالك هيستحوذ عليه. احنا هتلاقينا كده لغايه كل دي مشاكل للخروج بالكره الاهلي مش قادر، عشان كده الاهلي كان باين كل ده ما قبل مروان عطيه وقفش. احنا لسه هنيجي بقى لمروان عطيه وقفش، الساده المشاهدين هيتفرجوا على الفرق حالا في الحاله الدفاعيه للثلاثه وفي الحاله الهجوميه. نفس الفكره كره طوليه من رامي ربيعه، وعلى فكره رامي ربيعه عنده مشكله كبيره جدا في فكره الطلوع بالكره، اسهل حل عنده الكره الطوليه، صح، ان هو يطلع بيها، عشان كده الراجل كان بيبتدي لو تفتكر بمتولي، يعني الفيفوريت عند مارسيل كولر كان متولي، لكن الاصابه هي اللي اخرت متولي كتير. هنا دي اعتقد دي الحاله اللي قبل يا شاكر مروان عطيه، مروان عطيه قفشه وعمر كمال عبد الواحد، وهتكلم على الثلاثه بقى وادوارهم اللي هم عملوها. برضو الزمالك قافل، الاهلي مش قادر يطلع، رامي ربيعه كالعاده هيضطر ان هو، اعتقد الكره دي برضو رامي ربيعه، لا دي اللي اتضغط فيها وكان عبد الله السعيد رايح
هنا بقى ايه الفيلم اتقلب خالص. صحيح. والنادي الاهلي الشكل اتغير. قفشه راجل بول عنده مستين بول كارير وراجل بيقدر ان هو يطلع لك بالكوره ويقدر طبعا. ان هو يعمل كلين باس كما قال الكتاب. مروان صح. عطيه راجل دستروير بيقدر ان هو يقفل وفي نفس الوقت يقدر يطلع بالكوره شكل. عمر كمال عبد الواحد كان ابتدى يقفل على فتوح ومصطفى شلبي وكان هو ده التارجت من التغيير. روح بقى على طول سريعا كده على اتفرج على التلاتة دول وشكل الاهلي اتغير ازاي. انا هنا بكلمك بقى ابتداء من الدقيقه 73 بالظبط كده قفشة هو ينزل ده تالت تغيير. هنا بقى الاهلي شكله اتغير. الاهلي ابتدى يعرف يطلع بالكوره. صح. الاهلي اتنقل للنص ملعب التاني. الاهلي قدر يقفل على مفاتيح نادي الزمالك. يلا نمشي بقى نطلع على الحالات بتاعه الاثنين. هنا التغيير حصل تاني. عمرو السوليه كريم نيدفيد ما عملوش مباراه كبيره بس ما كانوش سيئين للدرجه نفذوا الادوار اللي كانت مطلوبه منهم من مرسي. بص بقى هنا هنا الزمالك مش عارف يطلع بالكوره يحيى. هنا امام عاشور اتحرر شويه ابتدى يطلع. الزمالك ابتدى يتجه للكوره الطوليه. هنا مروان هيستخلص وهو كان مضغوط عليه ابتدى يطلع. روح على الحاله اللي بعد كده بص هنا بص مروان عطيه هو اللي راح ضغط على عبد الله السعيد استخلص. ابتدى الزمالك ابتدى الاهلي ان هو ينقل اللعب. قفشه ابتدى ينقل فرقه النادي الاهلي وقدروا ان هم ياخدوا فاول. بص هنا عمليه اللعب البنى اللعب بقى النادي الاهلي. مروان عطيه بص هو اللي بقى نفذ دلوقتي. ناصر ماهر مش قادر يعمل الحته بتاعت اوباما وان هو يروح يلعب مال. بص مروان هو اللي دلوقتي ابتدى ينزل بقى عشان يعمل عمليه هو وهنا هتتلعب. وهاني دخل بقى انفرتد ودخل جوه الجيب. بص يا مروان ارجع تاني بص الحل بقى نيدفيد ما عملكش الحل ده يا يحيى. صح. ان انا فكره ان انا اطلع لك باس مره واحده بعد كده بص عمليه الضغط بص عمليه الضغط قفشه اعتقد دي الكوره بتاعه الهدف. هدف بالظبط كده. وهتلاقي ان عمر كمال عبد الواحد هو اللي بيشارك على الهدف. هو مكمل اول لما خسر الكوره من كهربا هو اللي راح كمل. بص قفشه خد خطوه بص على امام وعمليه التحرر اللي انا كلمتك فيها امام. الاهلي قدر ان هو يحرز الهدف. هنا بص بص مروان عطيه عمل الضغط فين وعمل التسديده. انا بكلمك فرقه تانية خالص طبعا. الاهلي فرقه تانية خالص. فانا بالنسبه لي مارسيل كولر ضيع 73 دقيقه من مباراه النادي الاهلي والزمالك بعدم وجود مروان عطيه. وفي رايي ان قفشه مصدوم الفتره الاخيره ولازم ياخد دور ويبتدي ان هو يبقى هو لسه بس أساسي. بيدور له على دور داخل. انا بشوف ان قفشه ممكن يلعب يعني على فكره قفشه يلعب 8 مرتاح كويس جدا, جداً. في بعض المباريات في بعض المباريات مش هيبقى مرتاح. لا انا شايف ان قفشه بديل يعني. سوبر لان هو حتى لما نزل في مباراه الولاد بص هنا معلش شاكر بص هنا الراجل ناصر ماهر لو كان راح كان 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 هيبقى كره صعبه جدا قدر ان هو يعمل فيها. بص هنا امام عاشور الضغط بص مين اللي ورا امام يا يحيى هو مروان عطيه. قفشه مكمل ازاي خد القرار بص على حط جول طبعا. طيب شاكر هل هدف امام عاشور بتشوفه هي صدفه ولا هو ده تكتيك تشتغل عليه مارسيل كولر؟ وهل بتشوف ان امام عاشور افضل لاعب في حتته دلوقتي موجود ولا لا؟ لا امام عاشور افضل لاعب رقم 8 وافضل لاعب خط وسط في مصر كلها وبعيد قوي عن اي حد قريب منه يعني. ولكن القصه اللي حصلت امبارح في الهدف اللي جه للنادي الاهلي هو ما جاش عن طريق الصدفه لان الكره دي اتكررت مرتين ثلاثه. كان في دايما حاجه بيحاول يلعب عليها مارسيل كولر. لما نيجي نتفرج الكره دي كانت في الدقيقه 7 في الشوط الاولاني. عاوزك تبص على نقف بس لحظه واحده بص على نادي الزمالك بيلعب مان تو مان قافل كل زوايا التمرير وكل مان مع المان بتاعه في من اول الجيم. فده كان مصعب بشكل كبير جدا على النادي الاهلي الخروج بالكوره. فالا شايف مين اللي بيشاور هناك اللي عليه ده امام عاشور. القصه كلها في المسافه اللي ما بين عمر جابر وما بين السنتر باك الاولاني النادي الزمالك اللي هو حمزه المسلوسي. فانت هتلاقي اول ما امام عاشور هيشاور له هتلاقي ان على طول ايه اللي حصل. انت عارف اللي حصل هنا ايه بس نقف لحظه. هو مصطفى شلبي رجع مع بيرسي تاو نفس الكلام فتوح ساب مكانه طلع لمحمد هاني. فبالتالي بقى في عندك دايما لعيب زياده. لو تبص على اخر الكادر خالص هناك هتلاقي اصلا هناك علي معلول. فاللي حصل ان انت فتت او ان انت فوسعت المساحات ما بين السنتر باك وما بين الباك. فاول بقى نشوف بقى اول ما الراجل هيلعب الكوره لعب الكوره عاليه على طول. كانت دي كوره من اخطر الكور اللي اتكعبل فيها وكان فيها شك ان هي ضربه جزاء ولا لا. دي كانت الكوره الاولى. تعال نبص على الكوره الثانيه نفس الكلام هنا. حسين الشحات اول ما يلعب الباص لعمرو السوليه بص برده المساحه والمسافه اللي ما بين عمر جابر الباك رايت وما بين السنتر باك الاولاني اللي هو حمزه المسلوسي المساحه اللي هيجري فيها على طول حسين الشحات. فهو كل اللي بيحصل النادي الاهلي بيحاول ان هو يخلق المساحه اللي موجوده. فبالتالي عمرو السوليه رقص بس هو اتاخر فيها شويه
وبرده وصلت لحسين الشحات في نفس صح. المكان. تعال بقى نتفرج على الهدف، والهدف ده ليه حاجه مهمه لازم. بص، اول ما النادي الاهلي قطع الكره عن طريق محمود عبد المنعم كهربا والكره وقعت، وعبد الله السعيد اقف بس لحظه هنا علشان في نقطه مهمه جدا عاوزين نتكلم عليها. عبد الله السعيد الكره دي كانت في الدقيقه 83، عبد الله السعيد استنفذ بدنيا طبعا. بشكل كبير جدا لدرجه ان لما لعيبه النادي الاهلي ضغطوا عليه قدر ان هم يقطعوا الكره. عاوز اوريك بقى على امام عاشور. بص بقى امام عاشور، عاوز شوف عمر كمال عبد الواحد عمل حاجه اسمها اندر لابنج، بيخص في المساحه دي سحب معاه بالظبط كده. بص بقى امام عاشور، لو نرجع يعني حاجه بسيطه كده قبلها، معلش حاجه بسيطه جدا عشان نوري برده. بص امام عاشور بيجري فين، نقف لحظه، امام عاشور برده بيجري في نفس المساحه اللي ما بين عمر جابر، ما بين عمر جابر وما بين حمزه المسلوسي صح. علشان خاطر محمد مجدي قفشه مميز جدا جدا في الباص، وقام لعب الاوفر لامام عاشور اللي بيحرز هدف. وامام عاشور بالمناسبه كان مشدود شويه في اول المباراه، وهو ده اللي ما كانش مخلي امام عاشور بيلعب براحته، كان بيزود الكره في رجله كتير ضغط الماتش، وبيلعب قدام نادي الزمالك النادي اللي كان اصلا بيلعب فيه. ولكن لما امام عاشور تحرر نفسيا شفت ان امام عاشور هو اللي كان نجم المباراه.